في الوقت الذي نقدر فيه ما يمر به الوطن من ظروف في مواجهة العدوان التركي البغيض ومكافحة الإرهاب، وللظروف الاقتصادية الصعبة، نحن منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الواحات نقف وقفة احتجاجية لإيصال صوتنا للقيادة العامة للجيش العربي الليبي والحكومة الليبية ومجلس النواب لعدم تقاضينا مرتباتنا منذ 9 أشهر، الأمر الذي أجهدنا وعائلاتنا وعجزنا عن توفير لقمة العيش. نطالب بصرف مرتباتنا في أسرع وقت، ونؤكد أننا لن نتوانى في أداء عملنا في حماية قوت كل الليبيين الحقول النفطية ودعم القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر في مكافحة الإرهاب والأخوان المفلسين ودحر العدوان التركي الطامع في احتلال وطننا وسلب إرادتنا وثروتنا. نصر الله جيشنا ورحم الله شهدائنا وحفظ وطننا.